انطلقت من وسط الخليل مسيرة حاشدة للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء التي ما زالت سلطات الاحتلال تحتفظ بها، علما أنه ما يزال هناك أكثر من 23 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال. الزميل بشار صغير حضر المسيرة وعاد لنا بالتقرير التالي. من جديد يخرج أهالي الخليل في مسيرة ضخمة وغاضبة مطالبين بالإفراج عن جثامين شهداء المدينة التي ما تزال سلطات الاحتلال تحتفظ بها. نتحدث مع عماد الأطرش شقيق الشهيد سعد الأطرش. عماد، ليش جيتوا اليوم لهون؟ كل يوم سيخرج الآلاف من أبناء شعبنا ليس للمطالبة بجثامين الشهداء فقط، بل للتنديد بسياسة الإعدام التي يقوم بها الاحتلال. سنبقى صف واحد، سندعو للوحدة الوطنية. هذا وأفرجت سلطات الاحتلال عن جثامين 5 من شهداء الخليل حتى الآن، فيما امتنعت عن تسليم البقية لرفض ذوي الشهداء الانصياع لشروطها. من أبرز هذه الشروط خلو جنازات الشهداء من مظاهر اعتصامية ومشاركة عدد محدود من الناس فيها.